كرة ثابتة لمنتخبنا. محمد صلاح نجم الكبير، محمد صلاح، محمد صلاح اللي عليه أمال كل المصريين النهاردة، نجم نادي روما. فيراري هينطلق، محمد صلاح، صاروخ محمد صلاح، هل يكون في مرمى الحارس بريما رزاق هنا في هذه الكرة؟ لكن عشر دقائق مصرية حتى الآن مطمئنة، تدينا مؤشر يعني إن منتخب مصر حاضر وبقوة. لكن طبعا نتمنى توزيع الجهد في ظل الرطوبة العالية، الطقس مش حر لكن الرطوبة العالية تشعرك بالإجهاد. عبد الله ومحمد صلاح وبكاري جسابة حكم هذه المباراة، بيحكم لمرة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية. كرة ثابتة على حدود منطقة الجزاء ما بين محمد صلاح وعبد الله السعيد. محمد صلاح يسدد، خد باله، ولد الفيراري، الفيراري المصري يطير بأحلام المصريين. بص شوف صلاح بيعمل ايه، بص شوف صلاح بيعمل ايه، اتفرج 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 يا استاذ، اتفرج على محمد صلاح واستمتع. ده ايه ده، ده ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، محمد صلاح يضعها في الشباك ويرسل رسالة لكل مصري، بحبك يا مصر، بحبك يا بلادي. وصلاح أمامنا هنا يسجل الهدف الأول بإبداع وبلمسة فنان، هو محمد صلاح. ده حاططها إيه، قنبلة 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 أمامنا هنا في مرمى بريما رزاق. وادي أمامنا هنا بقى الكرة إيه، رايحة في الشباك، بتعلن عن الفرحة المصرية والتقدم المصري.